كثير من الكلام والحبر سيسيل بعد هذه المباراة. أبدأ معك عيسى الجوكم، حكي كثير عن الحكم، عن المباراة، عن الطرد، عن ضربة الجزاء، عن موضوع المولد، أنت كيف شفت المباراة؟ خلينا في المباراة أبو كرم اللي هو أنا أعتبر أنه 6 نقاط، الاتحاد وسع الفارق، النصر تعاقب. أبو كرم أبدأ من حيث انتهى حمادي، غياب حجازي كورنادو دون شك عنصرين مهمين في الفريق الاتحادي، واحد قائد يضبط الأمور داخل الملعب، واحد فنان يقدي خط الهجوم الاتحادي. غياب، ولكن أنا أعتقد كلمة السر البداية المثالية حق الاتحاد كانت في برونو هنريكي والوافد الجديد اللي هو الأجنبي اندريه فيليبي. وسط الاتحاد يعني خلينا نقول لك سيطر الملعب. النصر أنا أعتقد أسوأ مباراة ربما تكون له في الدوري هذا، أو أسوأ شوط يقدمه هو الشوط الأول. الاتحاد كما أرى حقيقة، ومثل ما قال حماد أنا استغرب الجهة اليمنى بالنسبة للنصر كانت واضحة نقاط الضعف، مدرب النصر لم يحرك ساكنا طوال المباراة. حمد الله تسبب في ركلة جزاء، سجل تلسكا، طرد. هذا أبو كرم أنا أعتقد ما بين حمد الله وتلسكا، خلينا أقول لك هي قبل المباراة للأسف الشديد هناك من يريد أن يخرج قبل المباراة خارج الملعب. نعم. جاءت من وجهة نظري سلبية على 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 نادي النصر، وهذا ما يفسر لنا تشتت فكر لاعبين النصر داخل الملعب. نعم. وعملية التفكيك. عمار مصطفى، كوزمين كونترا أدار المباراة بالطريقة اللي بده إياها، بتحسوا أنه كان مسيطر على برونو أنريكي مع أندري فيليبي، كان هن رمانة الفريق، وقدر يتحول من الحالة الدفاعية اللي كان هو فيها أو للحالة الهجومية عن سرعة فهد المولد ورومارينيو والبيشي وحمد الله. فوز مستحق 100% للاتحاد، بس أنه في تفاصيل صغيرة لعبت. أنا برأيي هي ضربة جزاء، مش ضربة جزاء. أنا ماني حكم خبير، بس أنا جاي ضربة جزاء. أوكي. إذا بتنتبه يعني أنا شفت أنسلمو هو الإجر، هذه شو أنت قلت لي بدها هاي؟ أنا هاي برأيي الطرد، لأنه شوف إجر الثاني لفهد بالعالي أنت وقت تكون عم تلعب، أنا مش رح أقول إنه مقصودة، بس هذا متعامل متهور ومؤذي، يعني مش رح أكيد مش مقصودة، بس أنت حتى لو مش مقصودة بتاخد ضربة. شوف إجر الثاني مصطفى ضلت متابعة، يعني الإجر اليمين ضلت متابعة، بالعادي أنت لازم تعمل جمب مشان ما تأذي الحارس. طرد مظبوط 100%، طرد تاليسكا. الشوط الثاني ما شفت الفريقين مصطفى، شوف انا برايي مش لانه أنسلمو واقف، يعني شوف اجر 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 حمد الله، هي طلعت على أنسلمو، يعني هذاك واقف مش حركها أنسلمو، بعتقد مش ضربه جزاء. بس على مجمل المباراه فنيا كان الاتحاد شيل هالتفاصيل هي كان بده يكفي ويفوز بالطريقه، لانه باي لحظه ممكن كنت تشعر انه الهلال سوري الاتحاد عم يقدر يجيب جول، مسيطر على المباراه بطريقه جميله. بالشوط الثاني مصطفى أداروها، بتحس بأقل مجهود، النصر كلهم معصبين، التمركزهم كان بالملعب غلط. نعم. برونو أنريكي أنا برأيي آخر هاي 6 جولات 7 جولات في الدوري السعودي هو الأميز في الدوري السعودي. طيب.